من الهوارية صاحب ضيعة عجب. الضيعة اليوم اللي شرفتونا بحضوركم، الضيعة هذه هي والدة هلمة. هلمة بدأت من الصغرى، بدأت بشوية بشوية وقاعدة تكبر. هلمة هذه رافعها روحي، رافعها صغيرات تونس، رافعها هلمة تنجم تكون للناس الكل. من خلال الحلمة متاعي بدينا هالضيعة هذه اللي باش تكون متنفس، باش تكون مصدر معلومات، مصدر ثقافة بيئية طبيعية، مصدر للإلهام للصغيرات، يخليهم يخرجوا من التيوريك للبراتيك. هي نحاولوا باش تكون تكملة للبيداغوجيا اللي قاعدين يشوفوا فيها في المكاتب وقاعدين يتلقوا فيها معناها نظريا، التربية البيداغوجي اللي قاعدين يتلقوا فيه في المدارس. الكونسبت بتاع الفيرما هذه بشكل متنوع، فيه من الحيوانات الانواع اللي نجموا نجيبوها وما تشكلش خطر على الصغيرات، واللي ما نجمش يلقاها في نفس المكان معناها في نفس المكان واحد. الحيوانات هذه باش تكون من الطيور، بتكون من الغزال، من أحصنة، من الأغنام، معناها فسيفساء من الحيوانات وفسيفساء من النباتات اللي شافها في الانترنت ولا قرأ عليها وباش يذوق الغلة نتاعها. معناها باش تكون اكسبيريونس فريدة من نوعها، باش تكون اكسبيريونس زادة للكبار والصغار والعائلة الكل.